بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب التحريم على طلب العلم وكيفية الطلب، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي وحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب هو أكبر منه. ثلاث لا يضل عليهن: قلب مسلم، العمل لله، والنصيحة للمسلمين، إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. رواه الشافعي والبيهقي في المدخل، ورواه أحمد وابن ماجة والدارمي عن زيد بن ثابت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث يشتمل على مسألتين: المسألة الأولى طلب الحديث، المسألة الثانية النصيحة لله والنصيحة للمسلمين. أما الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه وهو غير فقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا فيه الحث على العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قوله مقالتي أي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوحي الثاني بعد القرآن، فهي من عند الله عز وجل، فالرسول إنما هو مبلغ. قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا يقول العلماء: السنة هي الوحي الثاني، فهي في الدرجة الثانية بعد القرآن في الاحتجاج والعمل، ولا بد من العناية بها، حفظ الأحاديث كما جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بألفاظها غير تغيير، والوعي معناه الفقه فيها، يعني ما يكفي الحفظ، وإنما حفظ مع فقه مع معرفة لمعانيها. فهذا فيه الحث على الحفظ وعلى الفقه حتى ينتفع بها الإنسان. أما أنه يحفظ النصوص ولا يفهم معناها فهذا لا يفيده شيئا. ففيه الحث على التفقه في معاني الأحاديث
بعد حفظها وإتقانها. ولا يكفي أن الإنسان يحفظ الأحاديث ويفقه في معناها، بل لا بد أن يبلغها، أن يبلغها إلى غيره. ففي هذا أيضا أن طالب العلم إذا علم شيئا فإنه لا يكتمه بل يبلغه، يبلغه إلى غيره. لأن هذا العلم للأمة إلى أن تقوم الساعة، ففيه الحث على تعليم العلم النافع ورواية الحديث، تحفيظ الحديث وشرح معانيه. وما قال صلى الله عليه وسلم: محامل فقه وغير فقيه. لأنك إذا بلغته إلى غيرك، وربما أن يكون هذا الغير الذي بلغته له أعرف لمعناه وأفقه لمعناه. هذا فيه أن الإنسان لا يزكي نفسه ويظن أنه صار هو العالم وهو الفقيه، بل هناك من هو أفقه منه. قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. ربما أنك تحفظ الحديث ولا يتضح لك معناه، فيكون هناك من يتضح له معنى الحديث، فإذا بلغته برئت ذمتك وأوصلت العلم إلى غيرك. ربما يكون هذا الغير أفقه وأفهم، فيحصل بذلك الخير الكثير. هذه المسألة الأولى، حفظ الأحاديث النبوية، تفقه في معانيها وإبلاغها لمن لغيره من المسلمين. وفيه النهي عن كتمان العلم، وفيه النهي عن تزكية النفس، وأن يرى الإنسان أنه صار فقيها وأنه أفقه من غيره، بل هناك من هو أفقه منه. هذه سنة الله سبحانه وتعالى، أن الناس تفاضلون بما يعطيهم الله عز وجل. فإذا خفي عليك شيء فيكون هناك من المسلمين من لا يخفى عليه هذا الشيء إذا بلغته إياه. فلا تقتصر على فهمك أو تعجز وتظن أن هذا الحديث لا يفهم معناه، بل هناك من يفهم معناه، هناك من يفهم معناه. المسألة الثانية، قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث خصال: لا يغل من الغل، وهو الحقد، لا يغل عليهن قلب مسلم، بمعنى أن هذه الثلاث تطهر قلب المسلم من الغل وهو الحقد والبغض للمسلمين. الأولى إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، فهذا مما يطهر القلب من الحقد ويجمع القلوب، فإن القلوب إنما اجتمعت على التوحيد.
الله جل وعلا ألف بين قلوب المسلمين بكلمة لا إله إلا الله، لما صار المعبود واحدا تألفت قلوبهم، ولما كانوا يعبدون آلهة متفرقة تعادوا فيما بينهم. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ التوحيد إخلاص العبادة لله يوحد القلوب ويجمعها على معبود واحد وعلى عبادة واحدة. هذه واحدة، إخلاص العمل لله، إخلاصه من الشرك، لا يكون فيه شرك، وإنما تكون العبادة خالصة لله عز وجل. فلا يعبد الله يعبد معه غيره، يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بالأموات والأولياء والصالحين، هذا لا يكون إخلاصا لله عز وجل. والله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما كان فيه الشرك فإن الله لا يقبله، ولا يقبل من المشرك عبادة ولا عمل، يحبط عمل المشرك، يحبط كله ولا يبقى له أجر ولا ثواب عند الله عز وجل. إخلاص العمل لله. والثانية نعم، النصيحة للمسلمين، النصيحة للمسلمين معناها عدم الغش، النصيحة ضد الغش، والناصح ضد الغاش. فالمسلم لا يغش المسلمين في جميع تصرفاته معهم، بل تكون تصرفاته مع المسلمين على النصيحة، يعني على عدم الغش في جميع الأمور، لا يخدع المسلمين، لا يغشهم في البيع والشراء والمعاملات، لا يغشهم في المشورة إذا استشاروه، لا يريد لهم الغلط والخطأ، وإنما يريد لهم الصواب. فلا لأنه لا يؤمن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيكون مع المسلمين ناصحا في كل الأمور، لا يكن لهم الغدر والخيانة والغش والخديعة أبدا، كما أنه لا يرضى لنفسه لذلك لا يرضى لإخوانه المسلمين. هذه مسألة، النصيحة للمسلمين. والثالثة لزوم جماعة المسلمين، وهذه عظيمة، لزوم جماعة المسلمين، لا تخالف المسلمين، لا تشن عنهم برأي أو قول أو فعل، بل تكون مع جماعة المسلمين، وأيضا لا تخرج على إمام المسلمين. الخروج على إمام المسلمين هذا خروج على جماعة المسلمين، لأنه لا تكون جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، فأنت تكون مع المسلمين تلزم جماعته، ولا تذهب مع الأحزاب والجماعات والمذاهب المختلفة،
ولا تتبع الأقوال الشاذة، وإنما تكون مع المسلمين وعلى ما عليه المسلمون من القول والعمل. هذا لزوم جماعة المسلمين، لا سيما عند الفتن والاختلاف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الفتن التي تحدث قال له حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: ما تأمرني عند ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: أن تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على شجرة، على أصل شجرة حتى يأتيك الموت أنت على ذلك. المسلم يتجنب الاختلاف، يتجنب الشقاق، يتجنب مخالفة المسلمين، يلزم الجماعة. هذا أنجى له وأسلم له وأبعد له عن الفتن، وهذا نحتاجه في هذه الأيام وما بعدها، كثرة الأهوى وكثرة الآراء، كثرة الدعوات المضللة وتسلط الأعداء وإثارة الشبهات وإثارة الأحقاد. علينا أن نلزم جماعة المسلمين ولا نفترق ولا نخالف جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، دعوة المسلمين تحيط من وراءهم، دعوتهم لعل المراد بها الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى الإسلام. إذا اجتمعوا فإن دعوتهم إلى الإسلام تحيط من وراءهم، بمعنى تبلغ من وراءهم من الخلق. أما إذا اختلفوا اشتغلوا بأنفسهم، وانقطعت الدعوة التي أمروا بها، بقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. نحن كلفنا بدعوة البشرية، هذه مسؤولية حملنا الله إياها، لأن الله اختار الرسول منا وأنزل القرآن بلغتنا وأمرنا أن ندعو الناس، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. فالحمد لله البينات جاءت من عند الله، فيجب أن نتمسك بها ونجتمع عليها وتكون هي مصدر قولنا وفعلنا. أما من اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات فتوعدهم الله: أولئك لهم عذاب عظيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا، يعني أهل الكتاب، واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. نسأل الله العافية. وسبب تفرقهم وتركهم للبينات أنهم اتبعوا أهواءهم، اتباع الهوى هو الذي سبب لهم هذا. فالواجب أن نتبع الهدى ولا نتبع الهوى. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الواجب التمسك بالهدى، الكتاب والسنة، وهذا هو البينات التي أنزلها الله علينا
فلا عذر لنا، والكتاب بين أيدينا والسنة بين أيدينا، أن نختلف ونتبع أهواءنا وأقوال الناس وأقوال القادة والأئمة، أئمة الضلال والرؤساء، ونترك حبل الله المتين الذي أمرنا بالتمسك به، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاث: آلة محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو خط. رواه الدارمي وأبو داود. هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاث: سنة قائمة، آية محكمة، آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة. الآية المحكمة من القرآن، والمحكم هو غير المنسوخ، والمحكم أيضا وغير المتشابه. المحكم يطلق ويراد به غير المتشابه، ويطلق ويراد به غير المنسوخ. هذه هي الآية المحكمة التي ليست متشابهة ولا منسوخة. هذا هو الدليل الصحيح الذي يجب الأخذ به. أما الاستدلال بالمتشابه، هذه طريقة أهل الزيغ، أو الأخذ بالمنسوخ، هذا لا يجوز، لأن المنسوخ لا يعمل به، وإنما يعمل بالناسخ، يعمل بالناسخ ولا يعمل بالمنسوخ. فالذي يعمل بالمنسوخ ضال، ولا يقول إني معي دليل، يقول هل ما معك دليل، هذا منسوخ. الله جل وعلا ينسخ ما يشاء بحكمة، القرآن فيه النسخ، فعليك أن تأخذ بالناسخ، تترك المنسوخ. والعمل بالمنسوخ ضلال وعمل بغير دليل. آية محكمة، هذه واحدة. الثانية: سنة قائمة، سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والسنة تطلق ويراد بها الطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وتطلق ويراد بها ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. هذه هي السنة، وهي الأحاديث، الأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب العمل بعد كتاب الله، العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة الصحيحة. السنة قائمة يعني السنة الصحيحة. والثالث: فريضة عادلة، هذا في المواريث، لأن الله سبحانه وتعالى قسم المواريث في كتابه الكريم في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل أعطى كل ذي حق حقه، فلا يجوز التلاعب بالمواريث وحرمان الوارث وإعطاء غير الوارث، لأن الله لما ذكر المواريث قال: تلك حدود الله، سماها حدود، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم.
يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالمواريث من حدود الله عز وجل، فلا يجوز تعديها ولا التلاعب بها، وإنما يعمل بها ويعطى كل ذي حق حقه من غير زيادة ولا نقص ولا تقديم ولا تأخير. وهذا فيه الحث على تعلم المواريث، أحكام المواريث، قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمها، وأخبر أنها أول علم يرفع من الأمة حتى يتنازع الاثنان في فريضة فلا يجدان من يحكم بينهم. هذا فيه الحث على تعلم الفرائض ويتقانها حتى تصل الحقوق إلى أصحابها. وهي علم عظيم، فهو علم ينسى كما في الحديث، علم ينسى وعلم فيه صعوبة، فلا بد من المران عليه والصبر عليه لئلا تضيع الحقوق، تضيع المواريث. نعم. وما سوى ذلك، هذه الثلاث، هو فضل، يعني زيادة، يعني زيادة، زيادة خير مكمل، زيادة خير ومكمل لهذه الثلاث، لكن هذه الثلاث هي الأصول. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بأمره فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي. وفي رواية: من قال في القرآن بغيره فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي. نعم. هذا فيه الوعيد الشديد على من فسر القرآن برأيه دون رجوع إلى مصادر التفسير الصحيح. الذي يفسر القرآن برأيه يتبوأ مقعده من النار، هذا وعيد شديد. وفي رواية: وأخطأ ولو أصاب. والحديث ساقه ابن كثير في أول التفسير، في أول تفسيره، وجود سنده، فهذا فيه الوعيد على من يفسر القرآن بغير علم، يفسره برأي. القرآن يفسر بأحد أربعة أشياء ذكرها ابن كثير في أول التفسير. الأول: تفسير القرآن بالقرآن، لأن كلام الله يفسر بعضه بعضا. الثاني: تفسير القرآن بالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول مبين للقرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. الرسول مبين، سنته مفسرة للقرآن. الثالث: تفسير الصحابة، لأنهم تلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم تفسير القرآن. الرابع: تفسير التابعين، تفسير التابعين، لأنهم أخذوا التفسير عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخامس: تفسير القرآن باللغة العربية التي نزل بها، التي نزل بها. فأولا يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم يوجد يفسر بالسنة، فإن لم يوجد بالسنة يفسر بتفسير الصحابة
فإن لم يوجد فسر بتفسير التابعين، فإن لم يوجد يرجع إلى اللغة التي نزل بها. هذه مصادر التفسير، وليس هناك مصدر غيرها. أما تفسير القرآن بالرأي فهذا كما سمعتم فيه الوعيد الشديد. ومن هنا نأخذ أن الذين يفسرون القرآن الآن على بآرائهم وبالمخترعات الحديثة والطب والنظريات يسمونها الإعجاز العلمي، أن هذا يدخل في قول من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. فلا نجعل هذه الأمور تفسيرا لكلام الله، لأنها عمل بشري يخطي ويصيب، وهذه النظريات تتغير، تأتي نظريات أخرى تغيرها، فلا تجعل تفسيرا لكلام الله عز وجل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتى بغير علم فإنما إثمه على من أفتى، من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتى، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن فشل في غيره فقد خانه. رواه أبو داود. نعم، من أفتي بغير علم فإثمه على من أفتاه. إنسان جاهل راح وسأل من يؤمل فيه العلم، وين يروح؟ ما له إلا يروح لمن يؤمل فيه أنه من أهل العلم. الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمستفتي عمل بما أمر به، عمل بما أمر به. إذا تحرى أعلم من يجد وأتقى من يجد. أما إذا كان ما تحرى وإنما يبحث عن اللي رخص له، يدور له المخارج، فهذا الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر. هذا ما سأل أهل الذكر، هذا سأل أصحاب الهوى وأصحاب الجهل من أجل أن يلتمسوا له المخارج. فلا بد المستفتي لا بد أن يبحث عن أفضل من يجده علما وتقى لله عز وجل فيسأله، وتكون المسؤولية حينئذ على المفتي. إذا أفتاه بغير علم أو بهوى فإن إثم المستفتي عليه، لأن المستفتي لم يقصد، بحث في الناس واختار من يرى أنه الأحسن، فهو بذل وسعة في تحري المفتي الذي يبين له الحق. فيجب على المفتي حينئذ أن يفتيه بعلم. إذا كان ما عنده علم، الله جل وعلا يقول: فوق كل ذي علم عليم. ولو كان عالما قد تخفى عليه بعض المسائل، إذا كان ما عنده علم في هذه المسألة يتوقف ويقول: الله أعلم، أو اذهب إلى غيري، أنا ما عندي في هذه المسألة، ما عندي فيها علم، إما تنتظر وأبحث لك أو أنك تروح الغير. أما إنه يتسرع ويفتيه بغير علم فيكون الإثم عليه يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل في بعض المسائل التي لم ينزل عليه وحي فإنه لا يجيب السائل حتى ينزل عليه الوحي، لا يجيبه حتى يأتيه العلم من الله جل وعلا. فكيف بغيره؟ الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، جاءه رجل من بعيد وقال له وسأله عن 40 مسألة، عن 40 مسألة،
فأفتاه في 4 مسائل وقال في 36 لا أدري، 36 مسألة قال لا أدري. قال جئتك من بعيد أسألك وتقول لا أدري؟ قال اركب راحلتك واذهب إلى البلد الذي جئت منه وقل سألت مالكا فقال لا أدري، سألت مالكا فقال لا أدري. هل الإنسان ما يترك هذا الجواب أن قل لا أدري، ما يترك. ولهذا قالوا من أخطأ لا أدري فقد أصيبت، إذا كنت ما تدري قل ما أدري، ولا في حق ولا في غضاضة عليك، بل فيه فضل، هذا يدل على الورع، يدل على التقى. بعض الناس يخاف أنه قال ما هو بعالم أو أنه ما يبادر بالجواب علشان ما يقال أنه ما عنده علم أو لا. الإنسان بشر، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فيخاف الله عز وجل يتوقف عن المسألة التي لا يعلمها ولو كان عالما، ولو كان من أكثر أهل بلده علما، يتوقف عن الذي لا ليس عنده جواب حتى يبحث أو يحيله إلى من هو أعلم منه. وهذا يدل على فضله لا يدل على نقصه. وكان العلماء إلى وقت قريب يعني إذا لم يكن عندهم جواب قالوا ما ندري، ولا يعتبرون هذا نقص، بل يعتبرون هذا من خوف الله عز وجل. أما إذا أفتيته بغير علم فأنت أولا أضللته، وثانيا أثمت نفسك، وأنت الذي تتحمل هذا يوم القيامة. هذا في خطر الفتوى، وأنه يجب على المفتي أن يتثبت ولا يفتي إلا بما يظهر له من الحكم الشرعي. فإن كان عنده علم قال به، وإلا فإنه لا يورط نفسه ويورط غيره. وهذا كثر الجهل به في وقتنا الحاضر، كثر المفتون والمفتنون الذين يفتنون الناس، كثروا، كثر المتعالمون لقلة الورع ولقلة الخوف من الله سبحانه وتعالى. فعلى من سئل وليس عنده معرفة بالجواب يقول لا أدري، هذا هو المخرج له أمام الله سبحانه وتعالى. نعم، أعد الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتى، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خان. رواه أبو داود. نعم، هذا أيضا نوع من الاستفتاء، وهو المشورة. المشورة نوع من الاستفتاء، إلا أن المشهور أن الاستفتاء يكون في مسائل الشرع، وأما المشورة فتكون في الأمور التجربة والأمور العادية، أمور التجربة. فالواجب على من استشير، أن يدل من استشاره على ما يراه خيرا له. فإن دله على غير ما يراه خيرا فقد خانه، لأن المستشير ائتمنك على أن تدله على ما ترى. فإذا
دللته على غير ما ترى هذه خيانة، خيانة للأمانة. الواجب على المستشار أن يبدي المشورة الصحيحة، وإذا لم يتبين له شيء يقول ما تبين لي في هذه المسألة شيء، ما عليه حرج. وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، رواه أبو داود أيضا. الأغلوطات المسائل التي لا حاجة إليها، التي يقصد بها تغليط المسؤول، يجي واحد ويسأل العالم ما هو يريد علم، وإنما يريد لعل المسؤول يغلط فيتندر عليه ويريد إظهار جهله، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة السؤال، وقال إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم اختلافهم على أنبيائه، فلا يسأل الإنسان إلا قدر ما يحتاج فقط. أما الأسئلة التي ليس هو بحاجة إليها اتركها، ومن باب أولى الأسئلة التي لا يقصد بها الاستفادة وإنما يقصد بها تغليط العالم أو تغليط المعلم، هذا أمر لا يجوز. ولا شك أن العالم مهما بلغ من العلم أنه قد يغلط، لأنه لا يعلم كل شيء، وقد تفاجئه بسؤال ما عنده له جواب، فإن أجابك بغلط مشكل، وإن قال ما أدري أمام الناس مشكل، وأنه الواجب يقول ما أدري، لكن بعض الناس ما يتحمل أنه يقول ما أدري. فالواجب على السائلين أن يتأدبوا في السؤال، أن يسألوا بقدر ما يحتاجون، وأن يقصدوا بسؤالهم التعلم، ولا يقصدون بسؤالهم إظهار فهمهم أو يقصدون تغليط المسؤول، فإن هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق. نعم. نعم. وعن كثير بن قيس. نعم. قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد الدرداء. الدرداء. نعم. كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول بحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئتك لحاجة. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطلب طالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة الجنة على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحق وافر. رواه أحمد والدارمي وأبو داود وابن ماجه. نعم، هذا حديث مشهور قد شرحه العلامة الإمام ابن رجب الحنبلي في رسالة مستقلة، شرح حديث أبي الدرداء. وأبو الدرداء من أجلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمائه، ذهب إلى الشام لنشر العلم، تعليم الناس، فهذا الرجل سافر إليه من المدينة النبوية
إلى الشام من أجل أن يسأله عن حديث، فهذا فيه فضل الرحلة في طلب العلم، الرحلة إلى العلماء في طلب العلم ولو كانوا بعيدين، فإن هذا ليس بكثير، السفر تحمل المشاق لأجل طلب العلم ليس بكثير على هذا المطلب العظيم. فهذا الرجل سافر من المدينة إلى الشام، ومنه من الصحابة من سافر من المدينة إلى مصر طلب حديث واحد، فكان الصحابة يرحلون لطلب الحديث طلب العلم، فهذا فيه فضل الرحلة. الدرداء أنه جاء من المدينة وأنه لا يريد غير السؤال عن حديث، أبو الدرداء رضي الله عنه شجعه وبشره وذكر له هذا الحديث العظيم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فمشيه وسفره هذا إلى الجنة، لأنه يطلب العلم، وسلوك الطريق يشمل الطريق الحسي بالسفر، ويشمل أيضا الطريق المعنوي بالحفظ، حفظ الأدلة والتفقه فيها والجلوس بين يدي العلماء، هذا سلوك للطريق، سلوك ولو أنك في البلد، أنت سلكت طريقا معنويا تلتمس فيه علما. الطريق يشمل الطريق الحسي وهو السفر، ويشمل الطريق المعنوي الذي هو طلب التحصيل والتعب في فهم العلم وتلقيه والسهر عليه وغير ذلك من المشاق، وأن من عمل ذلك فإن الله جل وعلا يسهل طريقه إلى الجنة، لأن الوصول إلى الجنة إنما يحصل بالعلم النافع والعمل الصالح، بالعلم النافع والعمل الصالح. نعم، أعد فقرة فقرة. وعن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاء رجل قال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول بحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف، هذا دليل على أن العلم يؤخذ بالتلقي، ما هو بيؤخذ من الكتب، ما يؤخذ بالتلقي ولا يؤخذ بالنقل فلان أو قال فلان، ما دام الأصل موجود، ما دام الأصل موجود تذهب إلى الأصل وتتلقى العلم من الأصل. نعم. ما جئتك لحاجة، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هذا تشجيع له وتبشير له بمسعاه. نعم. يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. نعم. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. نعم، الملائكة الكرام يتواضعون لطالب العلم ويجلونه، تضع أجنحتها معناها أنها تجلها وتقدره، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، معناه التقدير والإجلال لهذا الشخص وتعظيم هذا الشخص، بينما نرى الكثير يزدرون طلبة العلم الشرعي، نرى الكثير الآن على العكس يزدرون طلبة العلم الشرعي ويقولون ذولا مغفلون
مغفلون، هذولا اتركوا ما هم يحتاجونه من أمور الصناعات والحرف والمهارات وصاروا يدرسون العلم الشرعي، يعني يعظمون أمر الدنيا على أمر الآخرة. هذا فريق. الفريق الثاني المتصوفة الضلال الذين يزهدون بطلب العلم ويقولون المطلوب العمل، أما أنك تشتغل وتوضي وقتك بطلب العلم هذا يعوقك عن العمل والعبادة والذكر، فيزهدون في طلب العلم وينفرون من طلب العلم، وهذا أشد من الصنف الأول. فالذين يزهدون في طلب العلم ويحتقرون طلبة العلم فريقان، فريق المنحلين والزنادقة وفريق الضلال المتصوف. نعم. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. لأن هذا العالم إذا نشر العلم أصلح الله به الأرض ودرت الخيرات والبركات والأمطار، فتشبع البهائم والحيتان في البحر والمخلوقات من الطير وغيرها إذا نزلت البركات. هذا ما يحصل إلا ببركة نشر العلم ونشر الدين في الأرض، وهذا من إصلاح الأرض، فتدر الخيرات فهذه الحيوانات يأتيها رزقها ويتوفر لها رزقها، فتستغفر لهؤلاء الذين كانوا سببا في حصول الخير لها. نعم. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر النوافل. هذا فيه فضل الاشتغال بالعلم على الاشتغال بالعبادة، هذا في رد على الصوفية اللي يقولون لا الاشتغال بالعبادة أفضل من العلم، العلم يعوق ويأخذ وقت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد، اللي يصلي ويصوم تنفلا، يصلي الليل ويصوم النهار تنفلا، هذه عبادة عظيمة، لكن اللي يطلب العلم أفضل من هذا، هل يصلي الليل ويصوم النهار؟ اللي يطلب العلم أفضل منه. لماذا؟ لأن العالم ينفع نفسه وينفع غيره، فهو مثل القمر ليلة البدر يضيء للكون ويضيء للمسافرين ويضيء للناس الظلمة، فهو مثل العالم يضيء لنفسه ويضيء للناس مثل القمر. أما الكوكب هو إنما يضيء لنفسه وعمله قاصر عليه هو، فكذلك العابد نفع عبادته قاصر عليه، أما العالم فنفعه له ولغيره، فهو مثل القمر. هذا وجه المشابهة في تمثيل الرسول صلى الله عليه وسلم للعالم بالقمر ليلة البدر، يعني ليلة التمام على الكوكب الذي إنما ضوءه حوله فقط ولا يتعداه. نعم. وهذا شرف لهم العلماء، من ورثوا؟ ورثوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لم يورث الدنيا والأموال، لأن هذا عرض ثاني زائل، إنما ورث العلم الذي يبقى ويدوم ويدل على الجنة ويدل على السعادة، هذا هو الميراث الصحيح. فالعالم وإن كان فقيرا عنده خير كثير أفضل من التاجر اللي عنده المليارات والملايين وما عنده علم، ولا فيه مقارنة بينه وبينه. تاجر الذي عنده الأموال يروح ويخليها أو تتلف ويحاسب عليها يوم القيامة،
أما العالم ولو كان ما عنده شيء من الدنيا فعنده خير الدنيا والآخرة، عنده خير الدنيا والآخرة. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون ما كان يدخر شيء من الدنيا لنفسه، وإنما كان يعيش عيشة الفقراء، وربما يربط الحجر على بطنه من الجوع، وإذا جاءه شيء من الأموال ينفقه في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، المحتاجين، الفقراء، ولا يدخر لنفسه عليه الصلاة والسلام شيئا، بل مات ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله عليه الصلاة والسلام. ولو شاء لصارت الدنيا كلها عنده، لو شاء أن تسير الجبال معه ذهبا لسيرها الله معه ذهبا، ولكنه عليه الصلاة والسلام يريد الآخرة ويريد ما عند الله عز وجل. نعم. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. دينار يعني من الذهب، والدرهم من الفضة، لم يورثوا فضة ولا ذهبا. نعم. وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من أخذ العلم أخذ بحظ وافر، أي كثير كثير، لا يعلم كثرته إلا الله سبحانه وتعالى. روي أن أبا هريرة رضي الله عنه مر على الناس وهم يبيعون ويشترون في سوق المدينة، فقال لهم: أنتم تبيعون وتشترون وميراث الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ فتركوا بيعهم وشراهم وذهبوا إلى المسجد بيأخذون من الميراث. ألا لما دخلوا المسجد ما وجدوا مالا يوزع، يحسبون أننا أموال ودراهم توزع، ما وجدوا شيء. رجعوا إليه قالوا: يا أبا هريرة، ما وجدنا شيء يقسم. قال: ماذا وجدتم؟ قالوا: وجدنا أناسا جلوسا وحولهم أناس يقرؤون القرآن ويتعلمون السنة. قال: ويحكم، هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم. وتوزيع ميراث الرسول هو التعليم. نعم. وعن أبي هريرة مرفوعا: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. رواه الترمذي وقال غريب وابن ماجه. الحكمة يعني الفقه والعلم، عليك أن تأخذ العلم أينما وجدته، ولو كان الذي يحمل العلم ما هو في نفسك يعني شخصية ولا مظهر، ولا خذ العلم ممن وجدته، ولو كان من تأخذه عنه ليس بالمظهر الذي تريد أو المكانة التي تريد. الحكمة ضالة المؤمن، الضالة هي المال الضايع، هي المال الضايع اللي ما يدرى وين راح. فمن وجد العلم وجد الفقه فإنه يأخذه من أي أحد وجده عنده. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل من اليهود لما قال له: إنكم تشركون، تقولون والكعبة ولولا الله وفلان، لولا الله ومحمد. الرسول نهى عن أن يحلف بالكعبة، ونهى أن يقال لولا الله وفلان. قال: قولوا ما تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وتقولون والكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالكعبة، من كان حالفا فليحلف بالله، ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله وحده. ألم يقل: أنت يهودي وأنت ما فيك خير، بل أخذ الحق وإن كان الذي جاء به يهودي. الحق ضال المؤمن، أينما وجده أخذه، حتى ولو كان من عدو، ولو كان من كافر، ما دام أنه حق تقبل الحق. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: الفقير كل الفقير، من لم يقنط الناس من رحمة الله
ولم يرخص لهم في معاصي الله. نعم، الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، هذا هو المتشدد. المتشدد اللي يسمونه الآن متطرف، متشدد يقنط الناس من رحمة الله عز وجل. وكذلك الذي يسهل للناس المعاصي ويفتح لهم أبواب الرجاء حتى يستغرقوا في المعاصي. فالفقيه كل الفقيه هو المتوسط الذي لا يقنط الناس ولا يسهل للناس المعاصي ويفتح لهم باب الرجاء. يمثل الطرف الأول الخوارج الذين كفروا المسلمين وقتلوهم واستحلوا دماءهم، يمثل الطرف الثاني المرجئة الذين يقولون الإيمان بالقلب وافعل ما شئت من المعاصي ومن السيئات ما دام قلبك فيه إيمان فأنت من أهل الجنة، يقولون كذا. فهذا فيه الرد على المتساهلين والرد على المتشددين، وأن المطلوب الوسط، مطلوب الوسط والاعتدال. نعم. ولم يؤمنهم من عذاب الله. اي نعم، هذا المرجئة اللي يؤمنون الناس من عذاب الله، يقولون يكفي الإيمان بالقلب ولو فعلت ما فعلت ولو قلت ما قلت من الكفر والشرك ما دام من قلبك فيه إيمان فأنت من أهل الجنة. نعم. ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. هذا هو الفقيه الذي يعتمد في أقواله على القرآن الكريم ولا يعتمد على الآراء وأقوال الناس وعلى قواعد المنطق وعلم الكلام والهذرمات التي يقولونها، ما يلتفت إلى هذه الأشياء، إنما يعتمد على كلام الله عز وجل. نعم. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها. نعم، العبادة من غير علم هذه ضلال، ولا الضالين الذين يعبدون الله على جهل وضلال. ولا خير في علم لا عبادة معه، وهذه طريقة المغضوب عليهم. نعم. ولا علم لا فهم فيه. نعم. ولا قراءة لا تدبر فيها. ولا قراءة للقرآن لا تدبر فيها. الله جل وعلا يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، تفهموا معاني القرآن ماذا أريد به، يطلبون تفسيره، ما يقرؤونه قراءة مجردة للحروف فقط، تزيين الصوت به، تجويد الأحكام، التجويد تطبيق أحكام التجويد فقط، هذه وسائل فقط. أما القاصد هو العمل بالقرآن، والعمل بالقرآن لا يكون إلا بفهم القرآن، ما يكون بقراءة القرآن فقط، فهم القرآن. نعم. وعن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة، رواه الدارمي. نعم، هذا فيه فضل طلب العلم، وأن الإنسان إذا مات وهو يطلب العلم فإنه يلحق بالنبيين، إلا أنه لا يكون في درجتهم، لأن النبيين لا يلحقهم أحد في درجتهم، وإنما يكون في الدرجة التي تليهم، درجة أتباعهم. هذا فيه فضل طلب العلم والاستمرار عليه إلى الموت. ما يقول الإنسان يكفي ما أخذ، أنا معي شهادة الجامعة، معي دكتوراه من الجامعة من كلية الشريعة، أو يقول أنا حفظت كذا وحفظت كذا من المتون وقرأت على فلان. لا، يواصل طلب العلم حتى يأتيه الموت، لأن العلم ليس له نهاية، ليس له حد، وفوق كل ذي علم عليم. وإذا قال الإنسان أنا عالم فهو جاهل، لا، العلم ما له حد، وعلى المسلم أنه يواصل طلب العلم، لأن طلب العلم عبادة وجهاد في سبيل الله إلى أن يأتيه الموت. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
محمد الوسيلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: هل يفهم من حديث الحكمة ضالة المؤمن أن يجالس العبد وطالب العلم أهل الأهواء ويأخذ منهم الحكمة؟ لا، لكن إذا قال المخالف كلمة حق تقبلها، لا أنك تجلس إليه وتتلقى العلم منه، لكن إذا قال مصادفة كلمة حق فلا يمنعك معاداتها ومخالفتها أن تقبل الحق. رسول صلى الله عليه وسلم قبل من اليهودي. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تؤجل صلاة العشاء إلى منتصف الليل أو بدون عذر؟ يثقل عليها تأخير الصلاة ويحرمها من النوم، صلي في أول الوقت وترتاح تنام. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يستطيع طالب العلم أن يجمع بين العلم والعبادة وجزاكم الله خيرا؟ ما في شك، ما يكون طلب العلم إلا مع العبادة. لا، ليس معناه أنه العبادة أنه يكثر من النوافل، صلاة الليل وصيام النهار نوافل، أما العبادة الواجبة والفرائض هذه لابد منها، لكن يأخذ من النوافل ما لا يشغله عن طلب العلم، يأخذ من النوافل ما لا يشغله عن طلب العلم. كونه يسهر ليلة على مسألة من مسائل العلم يتفهمها أفضل من كونه يسهر ليلة يصلي ويتهجد. نعم. مسألة واحدة أفضل من قيام ليلة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ماذا تنصحون طالب العلم المبتدئ بأن يدرس في الفقه وجزاكم الله خيرا؟ الفقه الكتب كثيرة، لكن عليه أنه يختار المدرس، إذا وجد مدرسا فقيها يتلقى عنه الفقه فأي كتاب يقرأه عليه من كتب الفقه فيه المطلوب وفيه الكفاية، فله بالكلام على وجود الكتاب، الكلام على وجود المدرس المتقن الذي تستفيد منه. فأنت تبحث عن المدرس أولا، فإذا وجدت المدرس الكتب موجودة ومتوفرة، أي كتاب منها تقرأ فيه تحصل على المطلوب. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: يا شيخ جزاكم الله خيرا، ما مدى صحة حديث أن الله سبحانه رجلا يجدد للأمة دينها وجزاكم الله خيرا؟ ما هو بيرسل، لفظه يبعث لكل أمة على رأس كل سنة 100 سنة من يجدد لها دينه. الحديث صحيح أو جيد السند، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يبعث المجددين في هذه الأمة، إذ لولا أن الله يبعث المجددين لن درس هذا الدين وخفي، فالله من رحمته أنه يبعث. وهذا شيء معلوم، إذا تتبعت قرون التاريخ وجدت المجددين في كل قرن يبعثهم الله عز وجل لتجديد هذا الدين. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يقدم طالب العلم على حفظ هل يقدم طلب العلم على حفظ القرآن، أم لا بد من حفظ القرآن أولا ثم طلب العلم؟ حفظ القرآن من طلب العلم، حفظ القرآن داخل في طلب العلم، بل هو مقدمة طلب العلم. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: رجل يقول أنا لا آخذ كلام أحد إلا بالدليل، وإن كان أعلم الناس، فهل هذا صحيح؟ أفيدونا مأجورين. هذا في تفصيل، إذا كان عامي أو مبتدي في الطلب فهو لم يصل إلى مرحلة معرفة الدليل، عليه أنه يتفقه أولا ويطلب العلم أولا، ولو لم يعرف الأدلة على كل مسألة، وما بعد دخل إلى الآن في باب العلم. أما إذا كان أنه متمكن من العلم وعنده محصول، وهذا يسمونه مجتهد المذهب، هذا لا يأخذ مسألة إلا بدليلها، لا يأخذ مسألة من مسائل الفقه إلا بدليلها، هذا إذا كان متمكنا. أما إذا كان مبتدئا هذا لم يصل إلى مرحلة طلب الدليل، أو عاميا. العامي يكفيه أنه يسأل العالم ويقول له العالم افعل أو لا تفعل، ولا يقول له الدليل، لأنه ما يعرف الدليل، هو بس يسأل ماذا يفعل، هل يفعل ولا يترك. العامي والمبتدي لا يسأل عن الدليل، أما طالب العلم المتمكن فهذا يسأل عن الدليل. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هناك من يقول إن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن عنده علم، وإنما بلغ ما بلغ من المنزلة بالعمل، فما هو ردكم على ذلك؟ إذا كان أبو بكر ما عنده علم، أجل من اللي عنده علم؟ المتكلم هذا هو أعلم من أبي بكر، سبحان الله، يبلغ الجهل ببعض الناس إلى هذا الحد. أبو بكر هو أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وعملا، هو أفضلهم علما وعملا، ما في شك هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما رأي فضيلتكم في المقولة التالية: من الظلم لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن يقال عنها إنها لم تأتي بشيء جديد، بل قد جاءت بأسلوب دعوي جديد، كما أن دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جاءت بشيء جديد وطريقة جديدة. لم يأتي بشيء جديد من العلم، لم يأتي بشيء جديد من العلم، بل إنه نقل العلم عمن قبله وبلغه. أما الأسلوب والطريقة هذه ما تسمى بالعلم، تسمى طريقة الدعوة أو طريقة تبليغ العلم. أما أنه جاء بجديد في العلم، لا، ما جاء بجديد، ما جاء إلا بقال الله، قال رسوله، قال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال السلف الصالح، ما جاء بجديد، أحدث شيئا جديدا. لو أحدث شيئا جديدا ما قبل الناس منه، اعتبروه مبتدعا. أما كونه يتخذ طريقة لتعليم الناس، أو يتخذ شيئا يرغب الناس، هذا يختلف باختلاف الأزمان، ويختلف باختلاف البلدان، طريقة التعليم تختلف، وأما نفس العلم هذا لا يختلف أبدا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا لدي عزيمة ولله الحمد على طلب العلم، ولكن أصحابي لا يساعدونني على ذلك، ولكن عندما أجلس وحدي أبدأ بطلب العلم والحفظ والمراجعة وتنظيم الوقت، فهل أترك أصحابي ولا أجلس معهم إلا عند الاستراحة؟ جزاك الله خيرا. اجلس مع من تستفيد منه، من تستفيد منه اجلس معه، ومن لا تستفيد منه لا تجلس معه لطلب العلم، لأنه يقطع عليك الوقت، يضيع عليك الوقت، فلا تجالس إلا من تستفيد منه ويساعدك على طلب العلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا
هذا سائل يقول: كيف أتعرف على الأعلم؟ وما هو الضابط أن تحرى العالم؟ وجزاك الله خيرا. العالم ليس ما مجهولا، معروف عند الناس، معروف عند الناس، ما هو بخفي. فما كان مشهورا عند الناس ومعروفا عندهم بالعلم فإنك تأخذ عنه وتستفتيه، وما كان مجهولا ولا يعرف عنه شيء فهذا لا، هذا لا تسأله ولا تأخذ عنه العلم، لأنك ما تعرفه ولا هو معروف عند الناس. نعم، ربما يكون على خطأ أو على جهل أو على منهج غير صحيح. نعم، العلماء ما هم خفيين في كل مجتمع، العلماء في كل مجتمع ليسوا خفيين، هم ظاهرون، يعرفهم الناس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله تعالى، ما معنى قول حذيفة رضي الله عنه: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ إذا قدر أنه ما جاء وقت ما في جماعة للمسلمين ولا إمام فإنه يعتزل الفرق الضالة كلها ويبقى وحده حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، هذا من باب الفرض، باب الفرضيات. نعم، وقد يأتي في آخر الزمان أنه ما يوجد جماعة ولا إمام في آخر الزمان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل أو في بعض الفترات، يجي في بعض الفترات أنه يحصل فتنة ولا يكون هناك إمامة ولا يجتمع المسلمون على أحد، فهو يعتزل إلى أن يجتمع المسلمون على إمام ويجي وينضم معه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، متى يكون الدعاء في صلاة الاستخارة؟ هل هو بعد التشهد أم بعد الصلاة؟ وجزاكم الله خيرا. بعد الصلاة، بعد ما يسلم من الركعتين فإنه يدعو بالدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، رجل مصاب بالشلل وخاصة شقه الأيسر أكثر تأثرا، فيصعب عليه الاستنجاء عند الوضوء فيصلي دون استنجاء، فهل تصح صلاته وماذا يفعل فيما مضى؟ الاستنجاء بالماء ليس متعينا، يكفي الاستجمار، استجمر بورق أو مناديل أو شيء خشن وهذا يكفي، إذا نشف المحل يكفي عن الماء، وهذا بإمكانه أنه يعمله ولو كان على جنبه، ولو كان يعمل الاستجمار بالأوراق الخشنة والمناديل الخشنة تكفي إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، لدي أرض منذ 7 سنوات وكنت أعدها للاستثمار مرة وللبناء الخاص بي مرة أخرى، ولم أعرف مدى الفترة التي كنت أنوي فيها الاستثمار ولا الفترة التي أنوي فيها عدم الاستثمار، ونويت هذا العام بيعها، فكيف أخرج زكاة هذه الأرض؟ إذا كنت مترددا بين البيع وبين الاستثمار فليس فيها شيء، فليس فيها شيء. إذا عزمت على البيع، إذا عزمت على البيع فإنه يبدأ الحول من النية، من بداية النية، فإذا تم لها حول بعد النية وجبت فيها الزكاة. نعم. أحسن الله. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ وجزاكم الله خيرا. الحديث صحيح مخرج، والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، وهو كذب على الله سبحانه وتعالى، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، من أظلم ممن افترى على الله الكذب. الكذب على الرسول هو من الكذب على الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل. نعم. هذا من حيث العموم، من حيث الخصوص هذا الحديث
كذب علي متعمدا. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، في الركعة الثالثة في صلاة المغرب نسيت هل قرأت الفاتحة أم لا؟ هل يتحملها الإمام عني وجزاكم الله؟ نعم، إذا كنت تصلي مع الإمام من أول الصلاة فإنه يتحمل عن قراءة الفاتحة، لأن قراءتك لها خلف الإمام سنة، قراءتك لها خلف الإمام سنة. وبعض العلماء يرى أن قراءتك لها خلف الإمام واجبة وليست ركنا، واجبة، فإذا نسيتها فإنه تكفي قراءة الإمام إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أقول قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن وأنا أشير بيدي وجزاكم الله خيرا؟ لا، لا تشير بيدك، ما ورد هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه أشار بيده عند هذا الحديث، فأنت لا تعمل شيئا لم يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: صليت المغرب في جماعة وأنا مسافر وأريد العودة إلى بلدي، فأردت أن أجمع العشاء مع المغرب. نعم. هذا سائل يقول: صليت المغرب في جماعة، نعم، وأنا مسافر وأريد العودة إلى بلدي، نعم، فأردت أن أجمع العشاء مع المغرب جمعا وقصرا، نعم، فإذا بجماعة متأخرة أقيمت لصلاة المغرب، فما هي الطريقة الصحيحة لدخولي معهم بنية العشاء وإذا جلست للتشهد الأول؟ هل أجلس أم أتابع الإمام؟ وإذا جلست هل أسجد مع الإمام في سجدات الركعة الثالثة؟ أحسن أنك ما تدخل معهم، لأن صلاة المغرب مختلفة عن صلاة العشاء، فأحسن أنك ما تدخل معهم. إن كان معك ناس مسافرين تصلون جميع وتقصرون، وإن لم يكن هناك أحد صل وحدك واقصر الصلاة، ولا تدخل معهم في صلاة العشاء، في صلاة المغرب وهم، لا تدخل معهم وهم يصلون المغرب وأنت تريد صلاة العشاء. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.